فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عطس أحدهم في خطبة الجمعة وحمد الله فهل أشمتوه؟ نعم، إذا عطس أحدهم في خطبة الجمعة، أحدهم أو الخطيب أحدهم لا، حتى السلام ما يرد، إذا جاء واحد وسلم ما يرد عليه السلام، مع الرد السلام واجب في الجمعة، لا وقت الخطبة لا، ما ترد عليه، فكيف بالتشميت؟ نعم.